هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور دوم الإرهاب. تذكروا كامل لما رئيس الجمهورية مجيد تبون تدح بشخص جميل أبو حيرت اللي في يوم واحد حكموا عليها 5 مرات بالإعدام في محكمة الجزائر، لما نطقوا عليها بالأحكام الخمسة ضحكت ودارت طالب عبد الرحمن الله يرحمه اللي وكان عند المقصلة بعد، قالت له كيفاش راح يديروا يقتلوني ويعاودوا يحيوني يقتلوني يعاودوا يحيوني 5 خطرات. ولما قالوا لها وشي كلمتك الأخيرة ما قاسم لو كانت تلقوني نعاود ندير واش درت، اللي جميلة بوحير يجي تبون عطاه الزمان يجي يقدح فيها ويقول المصريين هما اللي داروها داروا لها اسم. شوف يا ولد الحرام، وانت وين كنت كي كانت هي تدير في اسم وكانت هي تواجه في لبنان؟ علاش انت خاطر زربت على 14 سنه للجبل، على 16 الناس بزاف، على 16 15 17 انت يا وقت في 72 في 62 في الاستقلال كنت باش لاخمك، كان عندك 18 سنه واش، وعلاش ما طلعتش على 16 على 17 على نبي وبيك، وعلاش ما راحش دار الثوره؟ ايه قول لنا بابا علاش ما دارش الثوره؟ غير كي تجي تتكلم شفتوا كيفاش؟ تجي تتكلم في جميله. انا شوف جميله بوحيل كي مشات لبلاد قبائل كيفاش استقبلوها. شوف تبون وموت بغيظك. قادر من الحكومة هذه وإلى من الصين إلى من البرلمان لأي واحد منهم يقدر يمشي بلاد قبائل ويستقبلوها؟ شكون؟ شكون؟ خافوا. جميل أبو حيرت نذكر باللي كانت المجاهدة الوحيدة اللي خرجت في الحراك، ولاد الحرام البوليسية لومبوسكولي دسوها، كان البوليس يدس فيها رفوف صور. نعم رغم سنها خرجت للحراك جميلة بحير دي. نعم رغم انها مسنة وانها مريضة ولكن بقات فيها الروح الثورية. نعم ربي يطول في عمرها وربي يعطيها الصحة ديالها وربي ان شاء الله يخليها تشوف الجزائر اللي كانت هي تحلم بها لما كانت تحارب في جنود الاستعمار، وكان الزار مع الجيش الفرنسي وتبون بيو مخبي وهو مخبي. ان شاء الله يا ربي وتشوف ثمرة جهادها، لانه جميلة ولكل الجميلات وكل المجاهدين المجاهدات ما داروش ثورة باش الجزائر يحكمها تبون الكذاب وشنقريحة البوال وغيرهم من الأنذال.
لأ، نبالي جميلة تبكي دم في الليل، قلبها يتحسر على الجزائر لما تشوف الجزائر اللي هي ضربت من أجلها الشعب هادي لاشان الحليب والسميد والدوبيا. شوف ولاد الجزائر هاربين على قوارب الموت، قول لنا ما درش الثورة على الجزائر. لو جميلة كان عندها 10 سنين أقل أكد راهي خرجت لهم في وجوههم. داير تبون نهار اللي يجي زعما يوقع ما بينها وبين جميلة بوباشر، جميلة بوباشر بعثاتو يشيد عطاها منصب سيناتريس قد ما سحقش شي. جميلة لو تبون يتجرى يتكلم معاها تعطي له الصرف، تعطي له الصرف بومدين الله يرحمه، واللي كان يعني مجاهد وكان الشعب يحبه ويخدم في الشعب وكذا، هكذاك وجميلة عطاته الصرف، قال لها لسانك حار يا جميلة، قالت وصلني للفينقة 5 مرات. صرف عن الدماء، قال لسانك حار، قالت وصلني للفينقة 5 مرات سنة ودرعها وكفاحها. أيقونة الثورة الجزائرية يجي ولد حرام كما تبون يقول المصريين اللي داروا لها اسم، قولها لا في وجهها يا ولد حرام، رأيتنا وقولها لا في وجهها، قولها لا أنت يا المصري. جاب لي الأمير عبد القادر دايره لي بطل وحطوا كذا منا، ومع الفرنسيين يساووا مع الأمير عبد القادر. درك نشوفوها بعد الجينجل اللي حكيت الأمير عبد القادر كيجي يساوموا عليه بعد الجينجل.